والله طبعا في البدايه صباح النور استاذنا كريم، تحيه لك وللساده المشاهدين أهلا الكرام. وسهلا. طبعا تمديد ليس امر جديد، لان تعرف ان الوضع في ليبيا الداخلي وصل الى طريق مسدود، وهناك جمود كامل في الملف، وبالتالي اليوم البعثه مدت ولايه سنه اخرى لمحاوله يعني الوصول الى تسويه سياسيه شامله عبر اطلاق حوار مجتمعي تدعمه مبادره الامم المتحده. هذا دليل بان المجتمع الدولي يعي خطوره المرحله، وبالتالي هو يعني مدت سنه كامله لاجراء الحوار المجتمعي ولجنه رفاهيه المستوى وتشكيل حكومه بتوافق دولي، لان يعرف المجتمع الدولي حقيقه ما يجري داخل ليبيا، والان اصبح هناك يعني فراغ سياسي، وكذلك حتى مساله يعني جمود على صعيد المستويات بالكامل، حتى على المستوى العسكري هناك جمود كامل، وبالتالي اعطى فرصه للمجتمع الدولي لهذه الاطراف الداخليه بان تنجز حل، وهي عجزت عن انجاز حله، وبالتالي هذا الامر ترك لمجلس الامن بان يصدر تمديد لهذه البعثه، رغم ان هناك ضعف كبير في البعثه، ولكن نعرف ان مصالح الدول تتعارض والاطراف تتعارض، وحتى اليوم الاحداث الحقيقه الدوليه والمحليه التي تشهد المنطقه هي اثرت شكل كامل على حسم الملف الليبي وعلى سرعه اجراء الحوار المجتمعي. يعني رغم الانتقادات الاخيره التي طالت رئيس البعثه عبد الله باثيلي من قبل بعض الاطراف الليبيه، لكن مجلس الامن يدعو الى التعاون مع رئيس البعثه والمشاركه في ملف الانتخابات، كيف سيكون ذلك؟ والله طبعا شيء طبيعي، لان تعرف ان بعد هذا الفشل الداخلي اصبح لزاما من البعثه ان تتحرك في هذا الملف، لان لو لم تتحرك البعثه في الملف هذا سوف لن يكون هناك حتى بصيص امل في مرحله الانتخابات القادمه، خصوصا بعد ما شاهدنا يعني الاعتراض من المجتمع الدولي على القوانين الانتخابيه، القوانين الانتخابيه ما زال فيها نقاش وفيها خلاف كبير جدا حول ترشح بعض الاسماء التي تشكل خطر على مستقبل الاطراف المؤدلجه والاطراف اللي هي الاخوانيه بشكل كامل. السيد عبد الله باثيلي، هل هو مقبول لدى جميع الاطراف الليبيه دكتور يوسف؟ والله شيء طبيعي، هو السيد عبد الله باثيلي ليس مقبول لدى كل الاطراف الليبيه، لان تعرف حتى هذه المجالس والنواب والدوله تتعارض مصالحها مع باثيلي، رغم ان احنا نريد التدخل الداخلي في هذا الشان، ولكن انت تعرف المساله اليوم تصب في صراع داخلي بين الاطراف بين المجلسين، وبالتالي سوف لن تكون هناك انتخابات اذا لم يتدخل المجتمع الدولي، رغم ان احنا نعرف ان ليبيا تحت البند السابع وقرار 70-73، وبالتالي ما اعطى فرصه للتدخل في هذا الامر هو الاطراف الداخليه الذي لم تحسم الملف الان، والذي اصبحت عثره حقيقيه امام ما يستحق، وهي شيء طبيعي يتعارض باتيلي، لان باتيلي سوف ياتي بمشروع جديد، وهذا المشروع يتعارض مع هذه الاطراف يعني حقيقه مع مصالحها، رغم ان مشروع قدم يعني وانجز هذه القوانين، ولكن ما زال هناك اطراف داخل المسنوات حقيقه لا تريد انتخابات، كذلك مساعد الدوله هو رافض بالمطلق القوانين الانتخابيه بشكل رئيسي، وبالتالي هناك مشكله اليوم بين هذه الاطراف، حتى مستوى الحكومه التنفيذيه اليوم المجتمع الدولي رافض. دكتور يوسف، حاليا الواقع الليبي الداخلي هل يساعد حكومة بشاغة ولا نعم حاليا الواقع الليبي الداخلي هل يساعد في تنفيذ مقترحات البعثة الأممية بوقف إطلاق النار وإجراء بعض الانتخابات، إجراء الانتخابات المحلية؟ الانتخابات إيه ضغط المجتمع الدولي، نعرف الضغوط الدولية، نعم الضغوط الدولية سوف تساعد الانتخابات، لأن تعرف حكومة الوحدة الوطنية لن تسلم السلطة إلا بحكومة دولية وتضغط عليها نفس ما صار مع حكومة السرة السابقة، غير ذلك نحن ندور في نفس الحلقة المفرغة، لن نقدم شيء ولن ننجز شيء، لأن الأطراف اليوم الداخلية على مستوى مصالحها. أشكرك جزيل الشكر دكتور يوسف الفارسي، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة الليبية، على هذه المداخلة. كنت معنا مباشرة من مدينة بنغازي.